السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. شكرا للكلام الطيب اللي تخليوه لي دائما الفيديوهات. نجيب لكم اجواء الربيع اللي عاد يلاه بدا هنايا ما شاء الله، وشوفوا تبارك الله كل شيء زوين ما شاء الله. وغادي نشارك معكم بواحد الوصفه نتاع الخبز ناجح ما شاء الله. كنت مشيت عطيت الدجاج اللي ياكلو وحتى الخرفان من الروتين اليومي. هذه هي زهرة الربيع اللي كتبدي الاول ما شاء الله، زوينة زوينة. عطيت لك باش ياكلوا. اذا وصفه الخبز هي درت فيه الدقيق، درت فيه نص كيلو نتاع الدقيق والخميره. غادي نخلي لكم رابط الوصفه نتاع الخبز. درت فيه هذا سميتو بليدو، كان يقولوا البليدون، درت فيه بليدو هكذا السميده الرقيقه الفينه بزاف، وخليته في العجينه السحريه، خليته يخمر الاول عاد باش درت ضفت العجينه. ما درت فيه الملح. من بعد درت فيه واحد ياغورت، درت عجنته مع واحد ياغورت، ومن بعد درت غير نص تاع الخميره، نص الخميره هيا الخميره، ودرتو باش يتخمر بحال 10 دقائق. ها هو خلطته الاول، خليته وحتى خمر 10 دقائق خمر، عاود ضفت له الدقيق، ومن اللي ضفت له الدقيق عاود عجنته ودرت صافي وخليته يخمر. ها هو ملي خمر درتو بالزيت ها هو درت له هكذا، درتو كويرات وخليتهم يرتاحوا. غادي نخليكم رابط الوصفه راه عندي هنا في القناه ديالي. من بعد درت لها هكذا كويرات خليتهم شويه يرتاحوا، ومن بعد قرصتهم وصافي بديت ندير لهم هكذا. خليتهم في هذاك الدقيق السميد الفين والرقيق رقيق سميته بليدو هكذاك، بليدو هكذا ها هو. وقرصتو من بعد ملي قرصتو صافي، يعني غير نخليه يرتاح، نبداو باللولة اللي بدينا لها، ولكن الاخر خليته حتى يخمر المطلوع. هذا الخبز الشاورما والاخر خبز المطلوع المغربي، خليته يخمر هذاك غير معجينه وحده. اذا فدرت زوج مثلا، واحد خليته ها هو هذا، غير نبدي من الاولى
باش الا بغيناه يدير، الا بغيناه يكون فارغ من الوسط نقرصوه، ملي نقرصوه نبدي من الاولى، ولكن المطلوع العادي نخليه يخمر شويه، هذا ما خليتوش يخمر، هذا خليته بديت بالاولى، وهكذا ما شاء الله كيكون خفيف وفارغ من الوسط ما شاء الله كما تشوفوا تبارك الله. ها هو المهم كما قلت لكم، يعني غير عجينه بوحده ودرت بها زوج انواع الخبز، واحد نتاع الشاورما هذا يعني غير قرصته، بديت باللولة اللي قرصتها، ومن بعد الاخر المطلوع خليته يخمر شويه حتى خمر عاد باش بديت نطيبه، بديت بهذا. وهكذا غادي نخلي لكم رابط الوصفه اذا بغيتوا، نخليه لكم في صندوق الوصف، وتجي ساهل ما شاء الله غادي تشوفوه هنا تبارك الله خفيف. الا كانت فيه شي ثقيبه نديروا لها واحد البابيي مزيان، ولكن عندكو باش ما يتحرقش، باش ما يحرقش. ها هو كنسدوه، نسدوه مزيان، هذا بوحده، هذا خبز شاورما نبداو باللولة اللي ديرناها، ولكن هذا خليته يخمر شويه، هذا المطلوع خليته يخمر شويه ولا بد، ومن بعد غير هو يبدي يدير هكذا يدير شويه ينتفخ، اذا فنقلبو. انا كنديرو على البابيي في الفريزه احسن باش ما نضيعلوش التخمير. ها هو تبارك الله، ونحركو هكذا، ولا كاين الجوانب نديرهم عاود حتى هما يطيبوا على الجوانب. هذا خليته يخمر، الخون تاع الشاورما لا، هذاك نبدي من الاولى اللي بديت نقرصها. ها هو، ها هو تبارك الله، هذا بوحده، هذا مطلع بوحده كما تشوفوا، حتى هذا كما تقبتوش غادي يولي هكذاك محفر. ها هو تبارك الله كله ما شاء الله لذيذ ولذيذ وخفيف. الا بغيتو نخلي لكم عند رابط الوصفه كله نتاع الشاورما ونتاع المطلع بوحده. هو تبارك الله كله ما شاء الله، شتو هذيك زوج نتاع المطلوع خليتو هذا لا، هذا نتاع الشاورما، هذا دغيا بديت باللولة اللي بديت نقرصها، هذا ما خليتوش يخمر عليه، هكذا كيكون محفر ما شاء الله في الوسط من الداخل، بغينا نعمروه باللي بغينا. هذا كما قلت لكم ما خليتوش يخمر، وهذا خليتو يخمر، هذا وي ها هو تبارك الله، حتى هو خفيف ولكن خليتو هذا يخمر كما تعرفوا المطلوع العادي. ها هو تبارك الله، الا بغينا يكون فيه هكذاك البابا وكيكون شويه غليظ هكذا ولا بد نخليه يخمر شويه ولا بد. اما الشاورما كما تعرفون نبداو باللولة ولا بد هكذا تبارك الله. ودرت له هذاك بليدو، هذاك السميده الرقيقه الفينو 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 على الفينو. ها هو تبارك الله ما شاء الله، خفيف تبارك الله، هذا خليته يخمر، هذا خليته الاخر لا. ومن بعد صافي درنا النار وشوينا السردين فيها، شوينا عليها السردين. ها هو شوينا عليه السردين تبارك الله وكليناه ما شاء الله، الحمد لله والشكر لله، ما كانش كما السردين مشويه كيجيب ذكريات نتاع الصيف تبارك الله ما شاء الله. ها هو والحمد لله والشكر لله وشكرا للمشاهده. سلام.